تاني يا استاذ عصام وجزئيه الاداره ولسه كنت عايز اسالك، يعني ما كملناش على حته وادي دجله وجزئيه الاداره لان مهم ما جدا. هي لكن برضو خلينا اروح هي اخد دي لا مهم جدا لان كان مهم ممكن جدا ايه في اللي الاخر. يحصل يا كابتن؟ هقول لك كان ممكن يغيروا طارق صحيح. العشري، طيب خلص الكلام. خلينا نروح طبعا، يعني النهارده كانت في مباراه سموحه والداخليه، نروح لدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق سموحه. دكتور ميمي مساء الخير حضرتك ومبروك. مساء الخير يا كابتن محمد، تحياتنا لحضرتك. سعيد سعيد بيك وسعيد بقناه الاهلي اللي انا كل الناس بتحترمها، وطبعا بالناس الافاضل كابتن ماهر يا حمام كابتن كابتن ميمي مصر واخوي الراجل الله يخليك يا حبيبي، الف الله مبروك يا ميمي. يسلمك واستاذ مش مبروك على المكسب بس، ده مبروك على الله يبارك الاداء ومبروك على الحاجه الجميله اللي انت بتعملها. فضل من عند ربنا كابتن ماهر. والله واشكر واكلم استاذنا الكبير كبير قوي استاذ عصام وحبيبي وبيدعمني استاذ عصام شلتوت حبيبي يا كابتن ميمي، ابو الذوق وابو الفنيات كلها. والراجل اللي بيعمل الكوره السهل الممتنع من غير ما تقلبها كيمياء ولا حاجه الحقيقه. واحنا كابتن محمد عايزين يعني نكلم كابتن ميمي. حقك يا كابتن ميمي والله بصراحه، يعني انت من الناس المخلصين المجتهدين، راجل عندك علم وعندك صبر ومصابره، وبتشتغل كمان في قطاع الناشئين، طلعت نماذج وقدرت تعمل استراتيجيه تربط بينها بين قطاع الناشئين والفريق الاول، ودي حاجه خد بالك صعبه جدا. في الارباح يا كابتن والله العظيم يا ميمي زي ما بقول لك كده، بقول لك يا كابتن ميمي انت بتتكلمش وراجل تشتغل بجد وباخلاص وحبك للمكان وحبك للمؤسسه، وبتحقق نتائج على اعلى مستوى، يحصل اخفاق والمدير الفني يمشي، تطلع انت وتشيل المخله بتاعتك وتشتغل، محدش يحس بيك فعلا. فانا والله العظيم يا كابتن ميمي عصام انا بحيي كابتن ميمي. وانا بكلمك يا استاذ كابتن محمد طبعا انت مش مجامله للناس اللي قاعده معاك، وخلي بالك انا من الناس اللي بحترمكم جدا جدا وبحترم الاهلي، مش عشان بتكلم في القناه كراجل حتى بورسعيد، بس كابتن ماهر كمان كان صديق. كابتن ماهر اجى معايا في كليه التربيه الرياضيه اول دفعه معايا، خدت بالك؟ وبعدين كان مشى وحول. خلي بالك انا عشت طول عمري بيدعمني من 30 سنه وانا في النادي المصري. بس في نقطه يا كابتن ماهر، ده قصه طبعا طبعا حبيبي يا ميمي، ده ليا الشرف انا بتكلم. فانا عاوز اقول لك على حاجه، طبعا انا مدرب قديم، بس لما كان الاستاذ عصام قال وكان بيحكي لي انا من غير حاجه، باشمهندس طارق خلي بالك راجل محترم جدا وبيحب نادي سموحه جدا، هو كان عنده مقدره، هو عشان عنده ثقه فيا اعطاني الفرصه. السؤال الناس يقول لك ايه؟ لا، النادي له طموح في حاجات معينه مرتبط بالراجل ده وبحترمه. حتى انا زي ما الاستاذ عصام بيتكلم ما تزعلش مني، الفيسبوك دون خرب مصر عنده صفحه اعلان واحد وقع بينه وبين الناس. وساعات بتصايط ناس مش لازم تخرب يعني حد. الله ينور عليك، انا عادي عادي يبتدي بين الراجل، انا عمري ما ساعات انا في التشكيل الفندق ساعدني عادي يبتدي بنهايه الموسم ده، يبقى حقك خلاص حق النادي. الناس اللي بتطلع يقول لك مؤقت، يقول لك انت كذا كذا، خلاص لو حد بيفكر في الواحد المسوق وربنا يكرمه في نادي هيعمل نجاحات، انما الموضوع لازم يكون ليا بعد ربنا، بعد الوكلاء، لازم اظهر في الاعلام، ايه لازم اروح اجيب حوالي 3 بدل برضه جداد. خد بالك يا ميمي من صوتك بقى، ميمي خد بالك من صوتك ان احنا محتاجينك عايزينك. انا النهارده سعيد جدا، انا من زمان عايز اكلمك، وكانت فرصه طبعا مع كابتن عصام وكابتن محمد من قناه الاهلي، ببعت لك مليون تحيه وربنا يوفقك. طب انت جاوبتني كده، جاوبني كده على السؤال اللي انا كنت عايز اجاوبه يا دكتور ميمي. يمكن انا بقول لك يا دكتور، طبعا انا شايف ان ده انت اخويا طبعا كابتن، احنا كلنا بنلعب كوره كده، لما يبقى بالعلم تبقى حاجه لطيفه جدا. دكتور خليني اقول لك، يعني دائما كابتن ميمي عبد الرازق دكتور ميمي بيبقى متواجد في المواقف الصعبه. انا كنت معاك في مكالمه من مكالمات لو تتذكرها، كنا مع بعض و كان في حد انت كنت بقيت موجود بسبب ان في مدير فني مشي، وقدمت نتائج جيده مع فريق سموحه، ولكن كلمتك وكان قبل ما كان في بعض الاسامي المطروحه انها تبقى متواجده، وقلت لك هل انت هتبقى موجود معاك مساعد؟ قلت لي ابدا، انا مش هبقى متواجد تاني الا مدير فني، ويمكن حصل ان حضرتك مشيت. لكن لما بترجع ما شاء الله الامور ماشيه معاك بشكل كويس، هل كابتن ميمي هيفضل في هذه الجزئيه باستمرار مع نادي سموحه، ولا خلاص الامور مستقره معاك بشكل كبير وهتفضل ممتده مع نادي سموحه؟ انا نادي سموحه 8 سنين، وفي حاجه مش بتفهم، انا بصراحه بشتغل مع راجل خلي بالك انا بحبه وهو بيحبني. ولما هو كيمياء، في كيمياء عامه يعني. ده سؤال دلوقتي بالتالي انا في الواقع
قالوا الكابتن علي ماهر اهلا وسهلا فجد محترم ودي سنه الحياه واي حد يجي يكمل. انما هي السؤال اللي انا بساله زي حتى انا اسف في اللفظ انا مش عياش راجل استاذ دكتور في الجامعه والنهارده لعبت الناشئين بتوع اتنين يتكلفوا تيجي تبيعهم يجيبوا لك بتاع حوالي 20 مليون جنيه بثمن لعيبه عيل اسمه ابراهيم عبد القوي ولد اسمه محمود سامي. انما هو السؤال انا مين يفكر الانديه بتاعت مصر زي ما كابتن ماهر بيتكلم وقال مين بيفكر يستعين بيك؟ ده السؤال. انا بحب العمل بحب الشغل ما بحبش اقعد درجة بنزل في الناشئين لو انا مدير قطاع الناشئين الناس مش تمام مدير قطاع التخطيط والكلام ده ساعات بستاذن المدرب وانا هتخطط واعمل برامج والكلام ده وبتاع بنزل مره لان دي كريسبه التمرينات موجوده في جميع العالم. انما انت ايه ارتباطك باللعيب؟ بتخرجك ايه للتمرين؟ بتعمل له ايه وبيتمرن ازاي؟ وشوف هو محتاج ايه؟ ما تديلوش حاجه اعلى منه والكلام ده. فانا بحب الكلام ده. فالسؤال يقول لك ايه يعني؟ لو حد طلبني والناس طبعا برضو برجع استاذن لان الراجل ده عشت عمري معاه بستاذنه بقول له حد طلبني وابدا خلاص انطلق يعني. انت عارف يا كابتن فاروق انت اخويا كابتن فاروق رجله والقبر يعني خلاص وصلت كده. لا ربنا يطهرك. ميمي نفسك اتقطع بقى من نزول الطلوع. نفسك اتقطع من نزول الطلوع. عايزين نثبتك بقى. اوعدك ان انت قلت كلام مهم انه فعلا هناك سمسرة بين قوسين كده يديروا الاغلب الاعم من الكره المصريه بمدربينها بلاعبتها. اوعدك انه ان شاء الله مع حلم كاس العالم اللي مصر بعون الله مش هتغيب عنه هنفتح الملف ده من كل جوانبه. الناس دي هي اللي بتحكم قبضتها على كره القدم. لو جينا نقول فرحانين للوصول وتحديث الكره ممكن يبقوا دول النقطة اللي هتخوفنا. وعدك هنفتح الملف ده لأنه لا يجوز أبدا تفضل الحكاية بدون معينة. بقولش كلهم لكن 85% منهم لا احنا نعرف لهم علوين ولا حد بيدفع ضرائب ولا في يافطة وانت معدي إلا حبايبهم بس. أوعدك حقك مش هيضيع. لكن يا كابتن ميمي ولكن انت في مكان يعني بتولد نجومك مجتهد قهوه مجتهد فكره جداً. القطاعات يا كابتن ماهر طبعا قطاعات لا طبعا معلش لا موجود يا كابتن لا كمان لا فكره القطاعات دي لازم يبقى فيها الكبار. انت عارف يا كابتن سبب نجاح ميمي عبد الرازق يا كابتن ان هو موجود كرئيس قطاع للناشئين لسموحه فهو متابع حافظ الفرقه حافظ الولاد تحت وحافظ الولاد فوق. فلما بيطلب منه انه يطلع ويأدي زي ما انت بتشوف الحلاوه والجمال والتكتيك واللياقه البدنيه والثقه وعدم الخوف الراجل بيحرق الكبار. اتفضل يا ميمي. في حاجه يا كابتن مارس ده اصلا اقول لك عليها اقسم بالله العظيم يا كابتن ماهر احترام المهنه. الله يجي اقسم بالله العظيم روح ملعب الفريق الاول. صح. ليه؟ لان اسمك ممكن زي ما انت عارف على صح صح يقول لك جاي قاعد لي قاعد في بتاع الناشئين في حالي طلبني في اي حاجه تحت امر انما ما بروحش اتفرج على التمرين اروح اتكلم. طيب. طبعا سؤالي الاخير بقى كابتن الدكتور ميمي حضرتك متواجد مع الفريق الاول السنه الجايه؟ لا 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 انا لا انت الموقع انا 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 عادي يرجع على الجمو في نهايه اخر مباراه. انا هل في كلام حدث مع المهندس فرج عامر ان حضرتك متواجد العام القادم كمان؟ الراجل معايا العقد معايا لحد اخر مباراه وتمام واحترم هذا الراي القاضي وحتى الماتشين الاولانيين بتوع المقاولون بتروجيت باشمهندس كان متفق معايا قال ميمي انا عاوزك بس تيجي معايا الماتشين دول لغايه ما اجيب حد. كان في اتفاق يعني. طب بعد الاداء الجميل واللي بيحصل ده هل يعني المهندس فرج عامر يغير رايه ويفكر يبقى حضرتك متواجد؟ لا هو رجل اقتصادي مش هيسيب ابدا دكتور ميمي او يبعده عن المنجم. هو الراجل اللي بيكتشف له كل المواهب وهو حافظ قدراته وهتلاقيه بياخد رايه في المدير الفني قبل ما يجيبه. هو مستشار فرج عامر الكروي هو دكتور ميمي عبد الرازق. انا يعني على علاقه وثيقه وجود ميمي كمان كابتن عصام هو اللي عامل التوازن صحيح في نادي سموحه ده اللي بقوله لحضرتك اداريا وفنيا يعني ده اكثر جدوى. عامه ربنا طبعا بالتوفيق يا كابتن ميمي يعني حاجه جميله جدا في ظل وجودك في الفريق الاول. يا ما جبت فيا كوين وانت في الاتحاد. لا كابتن ميمي انا متذكر لو تتذكر سموحه لما صعد للفريق الاول او للدرجه الممتاز كنت حضرتك متواجد وما انساكمش انت والمهندس فرج عامر لما حصل لي اصابه في ركبتي وجيتوا لي طبعا المستشفى انت والمهندس. في حاجه ثانيه كمان حضرتك في ماتش الاتحاد لما كنا بنلعب الاتحاد مع البصري مع الاتحاد كان 4
لقيت بورتوفان ساب البوتاجاز 3 ايام ولع، كان هيولع بورسعيد. ما انا جبت جونين ورا بعض. صح انت جبت جونين، لقيته لسه ساب البوتاجاز ولع، كان هيولع بورسعيد. كابتن ميمي بشكرك ونورت وشرفت قناه الاهلي طبعا واستاد الاهلي. كابتن ميمي توفيق ليه. يمكن طبعا دمه خفيف طبعا قوي. لا ايه البساطه دي وايه الجدعنه، هي الامور.